في هذه الحصة عزيزي الطالب، وبعد أن نكون قد أنهينا كتاب التربية الإسلامية، سوف نعود لمراجعة الدروس المهمة للتقييم النهائي كدرس النجاسة وأحكامها وأيضا سورة الكهف. في البداية سوف نتعرف إلى مفهوم النجاسة، وهذا شيء للمراجعة، وحكم النجاسة وأنواع النجاسات ووسائل تطهيرها، والتي منها البول والغائط، الدم المسفوح والميتة والكلب والخنزير. سوف نتعرف إلى وسائل الطهارة من النجاسة، ثم سوف نقوم بحل أسئلة الدرس أو التأكد من أن كل شيء في هذا الدرس كان على ما يرام. مباشرة سوف ننتقل لسورة الكهف صفحة 48. في هذه الصفحة عزيزي الطالب، أو في هذه السورة، سوف نعاود تذكر أحداث سورة الكهف وما حدث معهم، كيف حماهم الله عز وجل، بعض معاني المفردات، وكيف كان الله سبحانه وتعالى لطيفا ورحيما بعباده، وكيف أيقظهم من النوم بعد نومهم الطويل.